ابني الاه والحسرة تعيشي وياي يا الضامي وجمر نارك يشب حشاي يا ابني الاه والحسرة تعيشي وياي يا الضامي وجمر نارك يشب حشاي هاكي عصير عيوني ومن هين اشرب ماي ردك من يذبني الوقت يا رجواني انا اغيك انا اغيك تحن روحي وانا اغيك انا اغيك انا اغيك تحن روحي وانا اغيك انا اغيك انا اغيك تحن روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر التم إلى ما السرار يا فرج الله. يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار. فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. دجا ظلام الغي فلتجله يا مرشد الناس بذات الفقار. يستنصر الدين ولا ناصر وليس إلا بكم الانتصار. متى نرى بيضك مشحودة كالماء صاف لونها وهي نار. متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار. متى نرى الأعلام منشورتين على كمات لم تسعها القفار. متى نرى وجهك ما بيننا يا كالشمس ضاءت بعد طول استتار. متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار البدار. كل يرى مقتعدا مهره لا يسأل الصاحب أين المغار. هم أبذلوا الناس إذا ما دعوا نفسا ولكن أمنعوا الناس جار. إن تدور الحرب كدور الرحى فمنهم القطب وفيهم تدار.
رياسة الدين لهم فصلت أبرادها والناس عنها قصا. إن يلبسوها اليوم عارية ففي غد سوف يرد المعار. تلاوة الذكر لهم شيمة، تلاوة الذكر لهم شيمة، وطاعة الله عليهم شعار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشمين ثار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشمين ثار. إن صحنا بالطائف نساء لنا سنأخذ القوم سندخل الصيحة في كل دار. أو تبكي أطفال صغار لنا سنأخذ القوم بذل الصغار. أو قتل السبط فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفايار. تلك دماء قد أريقت ولا والله لا تذهب منا جبا. مثل بنات الوحي بين العدا يسار فيهن يمينا يسار. مثل بنات الوحي بين العدا يسار فيهن يمينا يسار. لم تدر في السبي لما راعها أنجد حاديها بها أم أغار. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. صاحت بحياد العيس دايعني على جسومهم أقيم لا يوث الأزار. أو خلني عند ابن أمي وإن تأكل من لحمي وحوش القفايا يا غار. نايادت ودعتك الله يا عيوني، ودعتك الله يا عيوني يا خويا يردوا ونعلك ياخذوني. زجر وخول اليباروني يا وانا انخيت اخوتي وما جاوبوني. وانا انخيت اخوتي وما جاوبوني. وابوني
اي اهل الحمية ما تجوني، اي من يد الاعادة تخلصوني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عنها بأحسن القصص، وهي بالفعل أحسن القصص لأنها تحوي أبعاد عديدة. مرة القصة يراد منها التسلية، الأم تحكي لولدها قصة تريد أن تسليه، يلتهي بالقصة وينام. مرة القصة فيها بعد تاريخي، مرة القصة فيها بعد اجتماعي، مرة القصة فيها بعد آخر. قصص القرآن تتميز بأنها فيها كل هذه الأبعاد، الأبعاد التاريخية والاجتماعية والأخلاقية، وتحوي حكم ومواعظ وقضايا لابد للإنسان أن يتعلمها، لابد للإنسان المؤمن أن يتعرف عليها. من جملة هذه القصة قصة سليمان النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذه القصة التي ذكرها الله في سورة سميت بسورة النمل لأن فيها اسم النمل في هذه الآية التي تلوتها عليكم. يقول عز من قائل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سميت سورة النمل لأن فيها ذكر النمل. نجد هنا الآن، احنا خلينا نتوقف عند هذه الآية. هذه الآية لوحدها فيها محتويات عديدة، محتويات مهمة، قضايا لابد للإنسان أن يعني يتثقف بها، يتعلمها. الإنسان المؤمن يعرف ثقافة القرآن، فهم الآيات. والقرآن جنابك تعرف بحر، يعني اليوم كليات جامعات تدرس علوم القرآن، تعطي اختصاص في علوم القرآن، لأن علوم القرآن تكاد لا تنتهي، هي كثيرة. منها هذه القصص، ومن القصص هذه الآية. في هذه الآية أولا يبين هذه العظمة
والجلالة التي منحها الله لسليمان من بين الأنبياء. أنت تعرف 124,000 نبي كلهم كانوا مغلوبين على أمرهم، كلهم مقهورين، يقتلونهم، يعانون من أممهم أنواع العذاب والمحن والأهوال. يوسف ابتلي، أبو يعقوب ابتلي، ذنون ابتلي يونس، وهلما جرى. يعني احنا عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول بنو إسرائيل كانوا في كل يوم بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقتلون 70 نبيا، ثم يأتون إلى أعمالهم، أسواقهم، محلاتهم، يبيعون ويشترون وكأنهم لم يصنعوا شيئا، كأن لم يكن، كأن لم يفعل شيئا إطلاقا. هو قاتل 70 نبي، هل 124,000 نبي وينهم؟ أكثرهم كانوا في بني إسرائيل، إذا مو أكثرهم فالعدد الكبير منهم. الأنبياء مغلوبين على أمرهم على طول على طول، وهذه حكمة الله، هذه حكمة الله. دائما الخط الرباني، الخط الإلهي مغلوب على أمره، عادة مقهور. إذا نظرنا إلى الأنبياء نشوفهم مقهورين مغلوبين، إذا نظرنا إلى أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين نشوف مقهورين مغلوبين. رسول الله صلى الله عليه وآله عمر البعثة كان 23 سنة، 13 سنة منها تقريبا في مكة مغلوب على أمره، مقهور، يعتدى عليه، يسب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، ضربوه بالحصى والحجارة، أبعد إلى الطائف مرة إلى شعب أبي طالب إلى أن هاجر. طيب هاجر خلص منه؟ ما خلص منه، شنوا عليه حروب، غزوات، قتلوا من أصحابه، من أهل بيته، يعني حياته كلها ابتلاءات ومآسي. إحنا لازم نتعظ بالأنبياء، بالرسل، بأئمتنا، بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتعظ منهم. إذا تأذينا في الحياة، إذا عانينا في الحياة، إذا واجهنا المتاعب والمصاعب، ما نزعل من ذلك، لا، هذه سنة الأنبياء والرسل والأولياء، مغلوبين. وقليل ما من عبادي الشكور، الأكثر مو شكور، وقليل ما هم، لما يعدد المؤمنين الصلحاء يقول قليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثرهم مو مؤمنين. الأقلية، هذه الأقلية المؤمنة الصالحة، هذول مغلوبين على أمرهم. أراد الله سبحانه وتعالى استثناء في حياة سليمان النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، استثناء في حياة سليمان يعطي القوة حتى الناس يعرفون لو أراد الله يقدر، فأعطاه شيء خارق للعادة، وأنه عنده ملك وسلطان وحشم وجند، لا، سخرنا له، وسخرنا مع داود، أولا أبوه قبله بعدين سليمان، سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، يقول وعلمنا منطقة الطير، وعند البساط اللي يطير في الهواء يرتحل في الكون وين ما يحب، شيء غريب يعني. طيب هذه المفارقة العجيبة، أن سليمان الأبوة النبي العظيم الذي مكنه الله من الإنس والجن والطير والوحش، مع ذلك شيب وكبر وفاجأه الموت، فاجأه الموت، ما يقدر يدفع الموت عن نفسه،
صار ضعيف أمام ملك الموت. يوم اللي أراد يستعرض جنده، يوم عيد يوم فرحة، وقف فوق سطح داره قصره ينظر هالحشم والجيش من الجن والإنس والشياطين. والشياطين القرآن يقول ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. حتى الشياطين صاروا في خدمته. مع ذلك جاء دخل عليه ملك الموت فقال له شنو شكو؟ خير؟ جئتني زائرا أم قابضا؟ قال له جئتك قابضا. قال له أمهلني، أعطيني مهلة شوية بس هاليوم. قال له لا ساعة. قال له لا. قال لي خل، حقيقة هذه في الرواية في التفسير يقول قال له خلي أنام أتمدد. قال له لا، فقبض روحه. طيب شوف القرآن ماذا يقول. القرآن يقول بقي، طبعا بالتفسير يقول بقي ميت ومنجمد متكئ على عصا 3 أشهر. طيب شلون اكتشفوا؟ كانوا يخافون، يخافون من له هيبة ما يتقدمون له، حتى الشياطين والجن. يقول فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. تأكل من سأته يعني من سأته يعني عصا الأرض أكلت عصا. فلما خر، لما هوى سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صار لهم 3 أشهر يعملون ليل نهار بدون انقطاع. يقول لو كنا نعرف هالمدة هذه ميت كنا نرتاح. على كل حال الآن هذه نقطة في حياة سليمان. يوم من أيام الأبهة والعزة والعظمة التي أرادها الله له يسير في بساطه، مر على وادي النمل. يقول القرآن حتى أتوا هو وجنده وبساطه، كان يحمل 3000 واحد من حاشيته. مروا على، حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل احنا كنا نقرأ في القرآن وادي النمل، يمكن بعضنا ما يعرف شنو يعني وادي النمل. اليوم العلم الحديث اكتشف أن هذا النمل له وديان خاصة به، ويبني البيوت تحت الأرض، يحفر. الدميري أيها الأخوة، الدميري في حياة الحيوان يذكر النمل، يقول هذه النملة تبني لنفسها بيت، فإذا أحست أن أكو سوائل مياه في هذه المنطقة يمكن هذه المياه تأتي إلى بيتها، تخلي سدود من تراب تعرف تمنع وصول الماء إليها، ثم تخزن الحبوب في جحرها في بيتها. وهذه النملة الصغيرة الضعيفة تعرف أن هذه الحبة إذا وضعت تحت التراب في جحرها يمكن تنمو تنزرع تطلع نبتة. فش تسوي لها؟ تقطعها بأسنانها قطعتين، تقعد مدة تقطع الحبة. بعض أنواع الحب حتى لو صار نصفين أيضا ينبت. فالنملة تعرف تقطعها 4 قطع حتى تدخرها. شيء عجيب حقيقة، شيء عالم عجيب، عالم النملة. طيب هذه الوادي، وادي النمل اللي فيه جيش جرار من نمل
وحدة نملة تكلمت، سليمان سمعها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، انزلوا تحت الأرض في الجحور. راح ينزل سليمان ببساطه الكبير الضخم بأعوانه وحاشيته، راحوا يسحقوكم تموتون، فانزلوا تحت الأرض. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ما يشعرون بكم، ما يحسون فيكم، يسحقونكم. هذا الضعيف المسكين ينسحق تحت الأرجل، حد يعرف عنه، لأنه ضعيف، لأنه مسكين، لأن ما في أحد يدافع عنه. لو كان قوي، لو كان عزيز، لو كان منيع لدافع عن نفسه، لكنه لأنه ضعيف يسحق تحت الأرجل. طيب يقول: روحوا روحوا تحت التراب، انضموا إلى جحوركم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الصوت وصل إلى مسامع سليمان، تناهى إلى سمعه، وصل الصوت، فتبسم، تبسم ضاحكا من قولها. ليش ضاحكا من قولها؟ لأن هذه النملة ما تعرف أن سليمان مو ليس من الطغاة اللي يسحق الفقراء والمساكين والضعفاء حتى الحشرات، ما يسحقها، هذا نبي معصوم طاهر عند دين عند تقوى. لو كان سلطان جائر ظالم نعم، لكن سليمان ما يسوي، سليمان نبي ولا يصنع هذا، لا يمكن أن يصنع هذا. النملة اتهمته، اتهمته بالباطل، لكن مع ذلك ابتسم، فتبسم ضاحكا من قولها وقال، رفع إيده بالدعاء، قال: الحمد لله إلهي، تفضلت علي وعلى أبي وعلى أهلي وأسرتي، خليتنا به القوة به القدرة نسمع صوت النملة ونعرف ماذا تقول. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الإنسان إذا صار في نعمة الله عليه ماذا؟ عليه أن يشكر، ما ينسى، ما يغفل، لا يأخذ الغرور، يشكر الله في كل حال. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شلون أشكر؟ كيف أشكر؟ الشكر أيها الأخوة مرة باللسان أقول الحمد لله شكرا لله، ومرة الشكر المهم المطلوب العمل، العمل، الشكر العملي مو الشكر اللفظي. في القرآن في عدة موارد يؤكد على أن الشكر عملي وليس لفظا، يقول: اعملوا آل داود شكرا. هنا سليمان شو يقول؟ يقول: وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. شكر النعمة أن تعمل بها صالحا، تسخرها في العمل الصالح، أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الحين هذه الجملة خليها مرة، شوف، مرة سليمان غضب من حيوان، ومرة تبسم من حشرة من حيوان. هذه النملة، شوف هذه المفارقة المهمة، النملة لما قالت وهم لا يشعرون ما زعل منها، تبسم منها، لكن الهدهد شوية غاب عن رأسه،
أنت تعرف هذا العرش، عرش سليمان اللي كان يطير به، عرش سليمان يشيل 3000 واحد. زين هذا 3000 أي سقف يظلهم؟ أكو سقف يظل 3000 واحد ذاك اليوم؟ ما في. فسخر الله له شنو؟ الطير. تجي الطيور تظلل بأجنحتها على رأسه طالما هو قاعد، من يقوم الطيور خلاص ترتاح تتحرر من هالقيد. مرة شاف عمود من نور ينزل عليه، فنظر شاف الهدهد ما هو، فغضب. يا أخي غضب، غضب شديد، غضبا شديدا. تصور شوف القرآن يقول: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا أليما أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. شوف لو عذبنه عذابا أليما واحد، أو لأذبحنه اثنين، أو ليأتيني بسلطان مبين، يجيب لي عذر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني أولا واحد لما يقرأ هذه الآية يتبادر إلى ذهنه تبادر ذهني أنه شو له القسوة، مسكين هالهدهد شو مسوي؟ تريد أن تذبحه وتقطعه شو مسوي؟ يعني هاي شغلة ما تليق في الظاهر، في الظاهر ما تليق بسليمان. هذه واحد يسويها سلطان مستبد ظالم مو سليمان النبي. لكن لما تعرف الواقع تعطيه الحق. أولا اختلف المفسرون أنه لو عذبنه عذابا شديدا أليما شنو كيف يعذبه، فذكروا أنه يقطع الجناح الأيمن ورجل الأيسر انتف ريشه، ذكروا أشياء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يفسر هالآية، الإمام يقول كان يريد يخليه في مكان مو مكانه، في بيئة ليست بيئته، في محيط مو محيطه. الهدهد عايش في بيئة معينة، يشيله من هالبيئة يخلي في بيئة أخرى يموت من القهر، ما يشوف أصحابه، ما يشوف بيئته، ما يموت موتا بطيئا. لو عذبنه عذابا أليما أو لأذبحنه أو يجيب لي دليل. طيب لماذا، لماذا هذه القسوة الظاهرة اللي تبدو في الظاهر قسوة، لكن لما نطلع إذا اطلعنا وعرفنا نشوف لا كان من حقه. الهدهد أيها الأخوة كانت صلاته التضليل على رأس سليمان، تكليف الشرعي الله أمره، أمر الله الهدهد وغير الهدهد الطيور تضلل على رأس سليمان. الآن هذا الهدهد عصى الله في الظاهر، عصى الله خالف أمر الله، فغضب سليمان. سليمان يشوف نفس الملك المقتدر يعصى الله فوق رأسه، فوق رأسه يعصى الله، هذا كان سر غضبه. لكن انكشفت له الحقيقة فمكث غير بعيد شوية وحضر الهدهد وقال، قال لسليمان، قال له أحطت بما لم تحط به، يعني أنا الهدهد الضعيف صارت عندي إحاطة وعلم أنت ما عندك، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا علينا بها الآية، أرجع إلى حديثنا إلى النملة. النملة
تبسم منها، الهدهد غضب منه، لأن الهدهد تبادر إلى ذهن سليمان أن الهدهد يعصي الله، ثم علم لا ما يعصي الله، رايح في مهمة. وأحاط بما لم يحط به سليمان نفسه فهدأ خلاص، لا يعاقبه بشيء ولم يعاقبه بشيء، إنما هذه النملة تبسم وفرح، علته فرحة سرور استبشار مما مكنه الله من هالقدرة العجيبة أن يسمع صوت النملة. اليوم العلم الحديث، احنا في القرن 21، صعدوا إلى القمر، اكتشفوا، توصلوا، تطورت التكنولوجيا، لكن يقدر واحد يسمع صوت النملة ويفهمه؟ هذا سليمان كان يسمع صوتها فشكر الله، شكر الله على هذه النعمة، أن هذه النملة يسمع صوتها ويشكر الله على يفهمها ويشكر الله على هذه النملة. والنملة أيها الأخوة شيء عجيب، النملة هذه إحنا نستضعفها، نشوفها حشرة صغيرة ضعيفة، لكن لو علم الإنسان ما فيها من عجائب القدرة، ما فيها من عظمة الله، من تجلي عظمة الله فيها، يقف متعجبا، يزداد إيمانا، يتعمق إيمانه بالله لما يشوف النملة، بس النملة. وإلا خلق الله، هذا الخلق العظيم كله يجر الإنسان إلى الإيمان. أنت لو اطلعت بس على النملة تزداد إيمانا بالله الواحد القهار، خالق الخلق، فاطر السماوات والأرض. أذكر لكم قضية يذكرها أيضا الدميري في حياة الحيوان وأختم بها حديثي. الدميري أيها الأخوة عنده كتاب اسمه حياة الحيوان، مجلدين، المجلد الأول والثاني، أظن في المجلد الثاني صفحة 313. يعني اليوم سهل استخراج المعلومة، اليوم سهل جدا، أنت تدخل على النت. يذكر الدميري، اسمع هاي القصة في حياة الحيوان في باب النمل، يقول عدي بن حاتم الطائي كان في جوار بيته بيت نمل، جحر نمل. إذا واحد اليوم في بيته نمل شو يسوي لهم؟ يقضي عليهم. يقول هذا عدي بن حاتم الطائي كان يفت لهم الخبز، يقعد يوميا صباحا يفت الخبز للنمل. يقولوا له ليش تفت الخبز للنمل؟ يقول هن جاراتي، يعني ذولا في جوار بيتي استجاروا في، صاروا جيراني، فلازم أحسن إليهم ولو كانت نملة، ولو مجموعة نمل. واحد يقال له القاضي صخرب، القاضي هذا متأخر، يعني بينه وبين عدي بن حاتم الطائي يمكن 600-700 سنة، لكن اتعلم من عدي بن حاتم، فكان يصنع صنيعة يسوي مثله في جوار بيته نمل، وكان يفت لهم الخبز كل يوم. واحد يسأل القاضي، قاضي صخرب، يقول له أنت صار لك سنوات تفت الخبز للنمل؟ قال نعم سنوات. قال خلال هالسنوات وأنت كل يوم تفت الخبز، تقطع الخبز للنمل، هل رأيت شيء غريب؟ هل رأيت عجيبا من النمل؟ قال بلى أرى كل سنة مرة.
كل سنة القاضي صخرة بيقول، يقول كل سنة في يوم عاشوراء يمتنع النمل عن الطعام. هذا مو كلامنا أيها الأخوة، هذا كلام قاضي، والقاضي يعني من جماعة أخرى، والدميري أيضا يقول يوم عاشوراء مثل كل يوم أفدت لهم الخبز، النمل ما يطلعون وما يأكلون، حزنا على أبي عبد الله الحسين. حتى تعرف أنا وأنت إذا حزننا على الحسين، إذا بكينا عن الحسين وعلى آل الحسين، ما جاي نعمل اعتباطا. الحيوانات تعرف، الحشرات تعرف، النملة تعرف، تعرف مصيبة الحسين، المصيبة التي اهتزت لها السماوات والأرض، المصيبة التي بكى لها رسول الله قبل ولادة الحسين وعند ولادة الحسين وفي طفولة الحسين. هذا إمامك الحسين بأبي وأمي. روى العامة والخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بات ليلة عند أم سلمة ثم انتبه فزعا مرعوبا، طلع أم سلمة تقول له خير يا رسول الله؟ خير ايش فيك؟ قال لا يا أم سلمة مو خير، رأيت رؤيا أهالتني أفزعتني. قالت يا رسول الله خير؟ نامت عيناك رأيت خيرا؟ شنو شفت؟ قالت لا يا أم سلمة. قال لا يا أم سلمة مو خير، رأيت ولدي الحسين يسبح في بحر من دم، وأولت ذلك. الرسول يقول أولت ذلك بأنه يقتل وأهل بيته بين جماعة من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. سيدي يا رسول الله، أنت ما كنت، أنت بكيت على الحسين قبل شهادته، أمير المؤمنين بكى على الحسين قبل شهادته، الزهراء بكت عليه، الحسن بكى عليه، الأنبياء بكوا عليه، لكن اللي يمثلكم واللي نظر إلى الحسين مقتولا صريعا شهيدا هي ابنتك الحوراء زينب. هذه حضرت ونظرت، أقبلت هي وسكينة عند مصرع أبي عبد الله، فقالت لها سكينة عم أهذا جسد والدي الحسين؟ هذا الحسين؟ قالت نعم عم هذا جسد أبيك الحسين. يقول بعض العلماء يقول تمثل لها رسول الله في ذيك اللحظة، تمثل لها رسول الله، لكن شلون؟ يقول نظرت شافت كأنها ترى جدها رسول الله حاسر الرأس يعني بدون عمامة، وقد نثر التراب على رأسه، وهو آخذ بلحيته ينظر إلى ولده، يقول أهكذا يفعل بولدي الحسين؟ لهذا التفتت إليه تخاطبه تقول لي يا جدي قوم، هذا حسين مطروح مطروح أي على الشاطئ ويعالج طلعة الروح، أي على الشاطئ ويعالج طلعة الروح، آيا آيا يا جدي ما بقت له من الطعن روح،
اي جدي قلب اخويا حسين بطه اي جدي قلب اخويا حسين بطه بعد اي جدي مات ما حد مدد ايدي او لا واحد يا جدي عدل رجلي وحيد يعالج وما حد قرب لي حط الاضلال يا جدي من الحار حط الاضلال يا جدي من الحار يا هله هذا خطاب لجدها ثم وجهت الخطاب لأهلها جميعا تقول لهم يا هل حسينكم رضى وضلوع يا هل حسينكم رضى وضلوع وشاف الموت روعة بعد روعة وشاف الموت روعة بعد روعة يعاين عترته وتسجب دموعه يخاف انها عقب عينه تيسى اي خاف انها عقاب عنا يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اشف مرضانا اشف أمراضنا المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مضى من أهل هذه الحسينية
لأرواحهم جميعا ثواب الفاتحة، قبلها صلوات. يا بني الأهوى الحسرة عيشي وياي، يا الضامي وجمر نارك يشب حشاي. يا بني الأهوى الحسرة عيشي وياي، يا الضامي وجمر نارك يشب حشاي. هاكي عصير عيوني ومن هين اشرب ماي، ردك من يذبني الوقت يا رجواني. أنا أغيك أنا أغيك تحن روحي.